السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء اللي فات كيف جبنا البيت هذا من الماية اللي عندي، كان موجود على الماية، وجبناه على اليونيتي، وكيف حطينا الخامات عليه، وكيف لما خلينا البلاير يلعب أو يمشي ويقرب من الباب تلقائيا الباب بيفتح. اللي راح نشوف في اللقاء هذا هو كيف أكتب الكود المسؤول عن إنه الباب يفتح لما اللاعب يقرب منه. اللي الكود موجود عندي في حاجة اسمها دور كنترولر، راح امحيه انا ونيجي نكتبه مع بعض ونشوف كيف بده ينكتب. راح اجي باليمين هنا اعمل كرييت سي شارب سكريبت واسميها دور كنترولر كنترولر. اوكي، مش عارف ايش مالها بتفتح هذه، دبل كليك دور كنترولر، دبل كليك عليها. الان راح يجي لي الشكل هذا اللي اوريدي اي سكريبت على اليونيتي راح تيجي بهيك شكل، مش مكتوب فيها ولا حاجه وما بتعملش ولا حاجه. اللي ممكن اعمله ان انا اجيب الباب رقم واحد هذا واضيف عليه الكنترولر تبعتي، هذه هي موجوده يعني، باقي انا اضيفها اي ريموف كومبوننت وامسكها واضيفها. الان الكومبوننت هذه لو فاضية الكود ما فيش فيه اشي، وبالتالي لو جيت شغلت اللعبة تبعتي الباب مش راح يفتح، عليه كود بس الكود ما عملش ولا حاجة. عشان ابلش اتحكم فيه راح نعمل نتفة نتفة، راح نروح عند الابديت. هذه دالة الابديت، دالة الابديت هذه وظيفتها او انها بتتنفذ، يعني كأنه عليها فور لوب، جملة تكرارية بتتنفذ تقريبا 30 مرة في الثانية. هذه بتضلها تلف في الكود المكتوب هنا، بتنفذ حوالي 30 مرة في الثانية. علشان انا اخلي الباب يفتح بدي اعمل له دوران، عمليا كل المطلوب مني اعمل له دوران. عشان امسك الباب راح اكتب ترانسفورم المقصود فيه الجسم اللي محطوط عليه الكود البرمجي هذا، ترانسفورم دوت روتيت دوت روتيت، يعني اعمل لي دوران للجسم تبعي. افتح القوس. الان في عندي 6 اوفرلود فانكشن، خلينا ادور على واحدة فيها اكس واي وزد سهلات هيك مباشرات. هي هذه فيها اكس واي وزد، بدي اقول له على الاكس فيش دوران صفر، على الواي في دوران نفترض رقم واحد، على الزد ما فيش دوران هي رقم صفر. قلنا هان واحد وهي فاصلة وهي صفر وهي فاصلة منقوطة. هاي كل اللي كتبته في الكود تبعي. احفظ الكود كنترول اس واشوف ايش صار في عندي في اليونتي تبعتي. إيه الباب بصير فيه اشي ولا بصير اشي؟ خلينا نعمل حرف الاف على الباب. الباب فتح، نعمل له دوران بس دوران الى ما لا نهايه، راح يضل الباب يلف حوالين نفسه. مبدئيا ان انا قدرت ان انا اعمل دوران للباب، لكن الباب بدي اياه يلف بس ل 90 درجه. راح اجي اكتب هنا اقول له اسمع، اذا الباب فاتح اكثر من 90 درجة ممنوع يفتح. اف للترانسفورم تبعتي، ترانسفورم تبعتي دوت لوكال روتيشن دوت ايولر انجل، اللي هي الزاوية بالنظام 180 درجة أو النظام اللي فيه 360 درجة. افتح قوس، آسف، دوت واي. إذا كان الجسم تبعي الدوران تبعه لوكال روتيشن، لأنه الدوران من غير ما له علاقة بالجسم الأبو اللي هو تابع له، أولر أنجل دوت واي. إذا كان هذا أقل من 90، يعني إذا فتح، إذا الباب لسه ما صارش الدوران تبعه 90 درجة، فأنت اعمل له دوران، زيد الدوران درجة واحدة. فراح يضل يزيد الدوران دوران درجة واحدة لحديت ما يصير الدوران اللي عندي أكبر من 90، وبالتالي الدالة هذه مش راح تتحقق. هات نشوف. أنا بحب دايما أعمل بيجن، أعمل بلوك يعني، يعني ممكن اضيف اكمل على الكود تبعي وهي حفظ. هات اشوف ايش راح يصير لو انا شغلت الكود تبعي. طبعا ملوش علاقه الباب بالولد لحتى الان، الباب بس بده يلف او بدوش يلف، هي لف وعند 90 درجه وقف خلص الباب بطل يلف، يعني الامور لحتى الان
طيب انا مقدر اتحكم في الباب يلف بالزاوية اللي انا بدي اياه. طيب الشرط تبعي، عاود اعيد، حطيت شرط انا، قلت له اذا الباب في الدوران تبعي، ليش استخدمت لوكال روتيشن؟ كيف ينفع استخدم حاجة اسمها روتيشن؟ لو استخدمت دالة روتيشن معناته المقصود في الدوران تبع الباب، والباب هذا تابع لمين؟ للولد. فلو البيت للبيت، اسف، الدوران الباب تبع للبيت، البيت لو كان عمله له دوران 90 درجة راح يعتبر انه الباب كمان معمول له 90 درجة. فانا بقول له لا يا عم، انا بديش روتيشن عادي، انا بدي لوكال روتيشن، بدي الدوران تبع الباب، ماليش علاقة بالابو اللي تابع له الباب. طيب وهي اذا كان عندي دوران اقل من 90 فخليه يلف. الان الاشكالية اللي عندي، كيف بدي انا اقول له اذا الولد قرب من الباب خليه يفتح؟ كيف بدي امسك الولد؟ في عندي طريقتين. فينفع انا اعرف فوق في الكلاس عندي حاجة اسمها جيم اوبجكت، جيم اوبجكت، واسميه بلاير، واجي هان في الستارت اقول له البلاير تبعي بده يساوي جيم اوبجكت دوت فايند، دور لي يعني على مين، بياخد سترينج على البلاير تبعي، على حاجة في اللعبة اسمها بلاير، اذا لقاها مباشرة راح يحط لي البلاير هان. اول شيء هات تجارب الكود في اي اشكالية. انا بقول بلاير جامب مالوش علاقة، دي مشكلة تانية ملناش علاقة فيها. هان ما فيش عندي اي مشكلة. طيب ما عملتش ولا حاجة، اللي عملته او اللي بدي اتأكد منه البلاير هذا هو نفس السبيلينج بالضبط تبع البلاير هذا. اذا في اي حاجة كابيتال او سمول الامور بتختلف معي، لازم يبقى نفس المكتوب هان بالضبط نفس المكتوب هان عشان يقدر يلاقيه. الكود هذا بيقول لي دور في السين تبعي في المشهد تبعي على حاجة اسمها بلاير، فبدور بلاقي بلاير، فبصير المتغير اسمه بلاير هذا يشير للبلاير هذا اللي هو اللاعب تبعي، اللي هو اللاعب تبعي. وساعتها هان باجي انا بكتب بقول له اذا كان، خلينا نحط هنا شرط، اذا كان اللاعب قريب من الباب تبعي، عشان اقارن المسافة في حاجة عندي اسمها فيكتور، فيكتور 3 يعني بيقارن لي، فيكتور 3 بيتعامل مع الاكس والواي والزد دوت ديستانس، قارن لي المسافة، افتح قوس، بياخد الجسم الاول والجسم الثاني. الجسم الاول اللي هو الباب، ترانسفورم دوت بوزيشن، بوزيشن الموقع تبعي، بده يقارن لي بين موقع الباب ومين كمان، هي فاصلة، بلاير اللاعب تبعي اللي جبته انا دوت ترانسفورم دوت بوزيشن، واسكر الجوز تبعي. اذا كان هذا اقل وبحط رقم معين، اذا قال مثلا اقل من 30 وبشوف ال 30 هل مناسب ولا لا. اذا كانت المسافة بين الباب واللاعب اقل من 30 فخلي الدالة تشتغل طبعا، واذا كان انه الباب لسه مش مفتوح فخلي الباب تبعي ايش ماله ينفتح ويصير له دوران. هات احفظ الشغل تبعي، لاحظوا انه انا 30 هذه مقدار المسافة اللي بين الباب وبين الولد لما يبلش الباب يفتح، هل هي كويسة مش نافعة؟ مش عارف، انا حطيتها وراح اقيس الان الشغل تبعي راح يبقى جيد ولا لا. خلينا اشوف. مبدئيا الباب ما فتحش، الشرط مانع انه ينفتح، شرط المسافة. انا قاعد بقرب، يلا 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 ما فتحش. طيب خلينا نشوف ليش صارت المشكلة. لو اطلع على الاخطاء اللي هنا
بقول لي نون ريفرنس اكسبشن، يعني في اشي اوبجكت مش ملاقي الجسم تبعه، حاجة زي هيك. لو ضغطت دبل كليك عليه بقول لك المشكلة عندك في الكود المكتوب على البناية تبعتي او الباب تبعي. خليني افتحه. هو نفس الكود تبعي اللي انا اشتغلت عليه. هنا في اشي مش ملاقيه، خليني اجي احط زي هيك، اقول هاي البلاير اللي عندي. واضح انه البلاير اللي عندي هنا الحرف الاولاني بالكابيتال، انا ايش حاطه بالسمول. تو حكينا انه لازم يبقى بالضبط نفس الاشي، اذا كان كابيتال كابيتال واذا كان سمول سمول. كل المشكلة هذه من الفرق بين الكابيتال. يعني حفظت الشغل تبعي، وخليني اجي اشوف، امحي الاخطاء اللي عندي هنا واعمل واشغل بلاي واشوف الباب تبعي. مبدئيا الباب فتح، مبدئيا الباب فتح. في الغالب المسافة اللي انا هذا حاططها كبيرة، خلينا بدل 30 خليها 10 مثلا، وهي حفظ. واجي اشغل الكود اشوف مبدئيا بيفتح ولا لا. مبدئيا ما فتحش، يعني المسافة ايه يعني، اقرب نتفة نتفة اشوف. ايوه المسافة كويسة جدا عشان انه يفتح. هيك اكتشف ان الجسم تبعي مفتوح وفتح الولد وخش جوا الباب تبعي. الحدث هذا احيانا بغلب فكرة ان انا افتح الكود تبعي واقول لو سمحت دور لي على جسم اسمه او مجسم اسمه بلاير، فيروح يدور لي في كل هدول على البلاير. في حاجة تانية ممكن تكون اسهل لي في الشغل وبتعطي نفس النتائج تقريبا. بنفع انا اجي هنا اوقف هذا الكود، مش عايزه خلاص، خلصت منه. او ممكن امحيه كله، بديش اياه خلاص، اي ديليت. واجي اقول له اسمع انا بدي المتغير هذا يبقى ايش ماله، يبقى بابليك. المتغير هذا تبعي اللي اسمه بلير يبقى بابليك، سواء لان سواء كتبته كابيتال او سمول مش ما بفرقش. ودائما بنكتب سمول عشان اعرف انه هو مش كلاس، انه هو اوبجكت. الان لما اعرفه على انه بابليك واحفظ الشغل تبعي واجي على هان واعلم على الباب اللي عليه الكود تبعي، راح الاحظ انه فتح لي خانه. اي متغير بابليك راح اشوفه هنا محطوط، وبقول لو سمحت اعطيني القيمه تبعتي. فانا ممكن اجي للبلاير تبعي اقول له انت المقصود فيك البلاير هذا هو البلاير اللي هان، امسكه اسحبه جوا. الان تلقائيا البلاير المتغير اللي عندي اللي في الكود اللي اسمه بلاير هو نفسه البلاير اللي موجود هان. الكود هذا البلاير هذه المتغير اللي اسمه بلاير هذا هو نفسه البلاير هذا، وأخذ قيمة اللاعب. فالبلاير هذا صار بيأشر أو بيشير للاعب تبعي، وبقدر أتعامل معه في المتغيرات. الآن مش محتاج أعمل لا ابحث عنه ولا أعمل فايند. هيك الأمور إن شاء الله طيبة. خلينا أشوف، أعمل بلاي وخلينا نشغل اللعبة تبعتنا ونقرب على الباب. تلقائيا الباب فتح الحمد لله، وهنا دخلنا جواه ولفينا في البيت تبعنا. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.